السجن في انتظار ربنا السابر إذا لم تقم بدفع المبلغ المستحق في خلال شهر. ورغم كل هذه النقاشات والقضايا والأمور التي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منى السابر تبحث عن عريس. في البداية صلوا معنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يمر أيام معدودة على ظهور منى السابر. تشتكي بنتها أنها السبب في دخولها السجن، وأنه يتطلب منها دفع مبلغ معين حتى لا تسجن لمدة عام كامل. لكن اليوم تم تفجير موضوع آخر غير موضوع السجن، حيث أعلنت منى السابر والدة الفنانة حالة ترك رغبتها في الزواج مجددا بعد معاناتها مع ابنتها وطليقها المنتج البحريني محمد الترك. وقالت إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب ليا ويكون في انجذاب. وأصبح العنوان الموجود الآن في مواقع التواصل الاجتماعي: منى السابر تريد عريس. ومنذ أيام تحدثت منى عن بعض تفاصيل القضية العالقة بينها وبين ابنتها، وقالت إلى أن الوساطة التي لجأت إليها مع ابنتها لإقناعها بالتنازل عن القضية انتهت بالفشل. وذكرت منى أن حالة اتهمتها بتبديد أموالها حين كانت تتولى حضانتها، وقالت أنها صرفت المال على إدارة شؤون الحياة اليومية واستئجار منزل، مع الإشارة إلى أنها لم تحصل على النفقة الشهرية من طليقها المنتج البحريني محمد الترك. وأضافت أيضا أن ابنتها شهدت ضدها في المحكمة، وقالت في أثناء المحاكمة جملة تركت أثر عميقا في نفسها، وهي قالت: أمي خانت الأمانة. وتابعت أن الآلام يعتصر قلبها لأن من وقفت ضدها هي ابنتها. وذكرت منى أنها قدمت لحل الكثير وضحت من أجلها، فيما أهدتها هي في يوم الأم قرار سجنها، وتوجهت إليها برسالة وقالت: حلا بتمنى أن الله يهديكي وترجعي لأمك وحضنك وحضني الدافي وملجأك الآمن يا حلا، ما راح تعرفي إمتي إلا بعد ما تفقديني، وطلب الأخير منك أن تذكري دائما أني أنا أمي. محامي العائلة قال في وقت سابق أن حلا لا يمكن لها أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد والدتها لأنها لم تبلغ السن القانوني. ولفت النظر وقال أن منى السابر سحبت المبلغ من حسابين مصرفيين تمتلكهم، وقال أن الوالد محمد الترك هو من قام بالإجراءات القانونية اللازمة. ومع كل هذه المشاكل وعدم تسديد الدين المطلوب، ومن الممكن أن تدخل منى السابر إذا لم تسدد هذا المبلغ في خلال شهر، تبحث منى السابر عن عريس وربما يكون غني لكي يقوم هو بدفع المبلغ المستحق.